نتابع معكم أيضا هذه الصور المباشرة من مزار القطارة في كربلاء، حيث الأخبار العاجلة تتحدث عن ارتفاع حصيلة الجثث التي انتشلت من تحت ركام المزار الديني في كربلاء إلى 3. وكان مراسل العربية في العراق أفاد بنجاح أيضا فرق الدفاع المدني في انتشال 8 ناجين من تحت التراب المنهار في المزار. أيضا مديرية الدفاع المدني العراقية تحدثت اليوم لأحد عن أسباب انهيار التربة في قطارة الإمام علي، وأكدت أيضا استمرار عمليات الإنقاذ. المديرية في بيانها قالت بأن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء، وتشارك أيضا في عمليات البحث والإنقاذ والإجلاء أيضا فرق النخبة من مديرية الدفاع المدني في بغداد. هذه أحد الآليات التي تدخل الآن إلى المزار لمباشرة عمليات الرفع، وأيضا في محاولات حثيثة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض. فرق عديدة من محافظات بابل والديوانية والمثنى أيضا تقدم يعني مساعداتها وجهودها أيضا لإنقاذ كربلاء بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني. العمل ما زال مستمرا كما كان طيلة ساعات الليل. فرق الدفاع المدني حسب بيانها قالت بأنها أوصلت الأكسجين ومياه الشرب كذلك والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كوم الركام، وكذلك الكتل الخرسانية مع تواصل لفظي قيل مستمر أيضا لطمأنة المحاصرين. وكانت أيضا فرق الإنقاذ قالت بأنها نجحت في إخراج طفلين وصبي بصحة جيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي. ما زالت هذه الجهات تواصل عمليات الإنقاذ كما نشاهد الآن في هذه الصور المباشرة لحين إخراج ربما جميع المحتجزين من الزائرين والعمال. كانت أيضا المعلومات الأولية تحدثت على أن أو بأن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار، أدى ذلك إلى انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين. إذن ما زلنا معكم في متابعة من موقع قطارة مزار الإمام علي في مدينة كربلاء. نتابع معكم ونشاهد مجموعة من عناصر الإنقاذ من الدفاع المدني وغيرها من الجهات التي تشارك من أكثر من محافظة عراقية في محاولات لإنقاذ 8 أشخاص ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المزار الديني في كربلاء. نذكر بما قالته وكالة الأنباء، حتى الآن تم انتشال جثث من تحت ركام وإنقاذ 8 أشخاص.